في سنة ونص اللي أصبحت بعبعاً والخلافة الإسلامية، ما قصتها؟ شوف، أنا هلخص لك الإخوان المسلمين في سؤال وتحدي بطرحه على الهواء، وطرحته مرة لكن بطرحه باستفاضة عندك. أنا سأصدق أي شيء يقول الإخوان عن أنفسهم إنهم ليسوا إرهابيين ويرفضوا العنف، بشرط واحد، أن يصدر الآن من مستوى تنظيمي معترف به في الإخوان، مكتب الإرشاد أو من شأنه، ما يصف أنصار بيت المقدس أو داعش بأنهما منظمتان إرهابيتان. حلو. إذا صدر هذا التصريح أنا هعتذر الإخوان على الهواء على كل ما انتقدت فيهم خلال السنوات الأخيرة. لا يستطيع الإخوان أن يصفوا هؤلاء بأنهم منظمات إرهابية. آخر بيان صدر من الإخوان بعد جريمة استشهاد الجنود المصريين الأخيرة في التفجير اللي تم، اللي استشهد فيه أكثر من 30 جندي مصري، كان بيان بيقول، بيصف العملية بأنها جريمة، لكن بيصف الحكومة المصرية بأنها إرهابية. أي والله، هذه المصطلحات. لم يتحدث لا عن مذبحة، لم يتحدث عن جريمة إرهابية، تحدث عن جريمة قام بها مجهولون، بالرغم من هؤلاء المجهولين أذاعوا فيديو رآه العالم كله. صحيح. بيقولوا، بيعترفوا فيه إن هم اللي عملوا دي وغيرها، وبيصفوا إن السبب في ده هو السلوك الإرهابي للحكومة المصرية. طبعا داعش لا خلاف أظن فقهي ولا شرعي ولا سياسي ولا إنساني. صحيح. حوالين طبيعة هذا التنظيم، هل هو إرهابي ولا باليقين إرهابي. أنا سؤالي الإخوان، قولوا لنا ما الوصف الذي يليق بداعش التي تنشر الفيديوز التي أو الفيديوهات اللي بنشوفها، وأنصار بيت المقدس اللي بتنشر اللي احنا شفناه. نعم. أوصفوهم بالذي ترونه، قولوا لنا إيه حكم الشرع، وما تقوليش حكم عام من قتل فهو، لا، أنا بسألك عن أنصار بيت المقدس، بسألك عن الذين يعترفون في بيانات بهذا، وبسألك عن داعش، مش بسألك في حكم عام، بسألك في حكم خاص. ما تهربش من الإجابة، لأن في طريقة احنا عارفينها اللي هي أنه يطلق حكم عام طبقه أنت على من تريد أو على المتعين زي ما بيسموه. لا، أنا بسألك عن المتعين. الإخوان المسلمون لن يجرؤوا أن يقولوا أن داعش ولا أنه أنصار بيت المقدس، لأنه هناك تحالف الحقيقة بدأ في رابعة العدوية. رابعة العدوية. نعم نعم. ميدان الرابعة العدوية، وأنا هنا أتمنى أنه كثير من الدارسين الحركة الإسلامية أنهم يأتوا بالإنجاز الكبير اللي عملته الشقيقة الجزيرة بارك الله فيها، عبر سرقة يعني سيارتي التلفزيون المصري بالإذاعة 24 ساعة على الهواء لما يدور على منصة رابعة، لأن ما كان يقال على منصة رابعة هو التحول الأخطر في تاريخ الإخوان المسلمين. التحول من جماعة كنا نظن أنها جماعة ذات طابع دعوي، وكنا قال إيه ساعتها، بيقول لا افصل الدعوي عن السياسي وكأن الأمر دعوي، تحولت من جماعة دعوية إلى جماعة شبه تكفيرية. صح. ما كان يقال على المنصة بلغة الشرع والفقه ومن يعرف في المصطلحات هو تجهيل وتكفير، مش للسلطات، أحيانا كان بيمتد للمجتمع. وبالتالي هذا خطاب داعشي، هذا خطاب مقدسي بالنسبة لأنصار بيت المقدس، ولا يقول هؤلاء غير ما يقول، غير ما قيل في ربعة. ربعة كانت نقطة تحول كبيرة جدا في اتجاه بأنه الإخوان أصبحوا يتحدثون عن أن لا وسيلة إلا العنف. وأنا هنا يمكن بتذكر من يومين كنت بشوف فتاوى لأحد مفترض علماء الدين الإخوان مقيم في إسطنبول حوالين رأيه في حكم البراءة، وهو رجل يعني عالم دين لم يدرس القانون، فأفتى بأنه على كل ولي أمر أن يقتص بيده بيده، وكأنه يعني في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لولي الأمر باعتباره رئيس دولة في هذا الوقت حق الاقتصاص باليد، ولو أعطى هذا ما كان
أصحاب الحق ذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذوا رأيه. وما كان سيدنا علي قاضيا وما كان سيدنا معاوية ليقضي. صح. كان القصاص يؤخذ مباشرة من صاحب الحق ولصاحب الحق. لكن لأن هناك دولة كان صاحب الحق أو ما يعتقد أنه الحق يذهب إلى القاضي اللي هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات والصحابة الأجلاء في أوقات أخرى. هذا العالم الإخواني ما بين أقواس كبيرة تجاوز كل هذا ليقول عليكم بالقصاص بالدم. وبالتالي داعش تفعل هذا، أنصار بلدية المقدس لا يفعلون سوى ذلك. القاعدة الفكرية استقرت خلاص في ربع العدوية، ولهذا لا يستطيع أبدا أن هو يدين من هو الآن أقرب إلى مدرسته. نعم. فما بالك وكمان أنه هذا يضرب في من يعتقد أنه عدوه اللي هو النظام الحالي في مصر، فهو بيساعده. ومن ثم أنا أعتقد أنه كمان هناك شيء ثالث، هناك استغلال من الإخوان الحقيقة يبدو انتهازي في رأيي لأنصار بيت المقدس، يعني غير الروابط دي. شيء جميل مدام ذكر.